اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعرف كيفية ادراج علامتي الصح والخطأ. طبعا هذه العلامات مهمة وكثيرة الاستخدام ولا سيما في عصر التدريس الالكتروني. حتى نضيف هذه العلامات روح الى قائمة ادراج ومن ثم رمز ومن ثم المزيد من الرموز. نختار خط اللي هو اسمه وينج دينج. طبعا الخط بحرف الدبليو يبدأ، يعني سهل كلش نوصل له. ننزل الى الاسفل قبل الاخير عندنا هذا الخط اللي هو اسمه وينج دينج. هذا الخط طبعا بعد ما اختارينا هذا الخط ننزل الى الاسفل عندنا هنا طبعا علامة الصح المفردة، طبعا نضغط عليها دبل كليك، وطبعا علامة الخطأ المفردة. ايضا عندنا علامة الصح اللي بداخل مربع وعلامة الخطأ اللي بداخل مربع، بإمكاننا نضيفهن مع مجموعة من الرموز. طبعا هذه العلامات هي عبارة عن نص، بإمكاننا ننسقهن ونكبرهن بالحجم اللي احنا نشوفه مناسب. يعني مثلا علامة الخطأ راح اخليها باللون الاحمر، وعلامة الصح راح اخليها باللون الاخضر. ايضا بإمكاننا نكبرهن بعد حتى يكون الحجم واضح.